اختتمت البعثة التجارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات جولتها الترويجية الإفريقية ببحث فرص التعاون الاستثماري في أوغندا، وذلك بحضور سعادة عبد الله حسن الشامسي سفير دولة الإمارات في أوغندا وسعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة جيسيكا ألبو نائبة الرئيس الأوغندي وعدد من أعضاء البعثة. طبيعة خلابة، حدائق غناء، مسطحات خضراء، كل تلك المقومات الجاذبة كانت على موعد لاستقبال البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة التي يرأسها سعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور سعادة جيسيكا أولوبو نائبة الرئيس الأوغندي تجول الوفد بين منصات عرض المنتجات المختلفة. اختتمنا اليوم في آخر محطاتنا اللي هي في جمهورية أوغندا لبعثة شرق أفريقيا، والتي بدأت منذ يومين في مدينة نيروبي بعاصمة كينيا. واليوم معنا كذلك الثلاثة من الشركات التي تبحث عن فرص استثمارية وتصدير لمنتجاتها في منطقة شرق أفريقيا. طبعا أوغندا من الدول الواعدة الآن في مجال الاستثمار وكذلك الترويج المنتجات لوجودها الجغرافي. نحن الآن نشجع الشركات المتواجدة معنا اليوم وكذلك الشركات في دولة الإمارات أنها تحذو هذا الحذو في بحث الفرص الجديدة في منطقة شرق أفريقيا. مهمة البعثة أن نجلب التجار الموجودين في إمارة الشارقة خاصة ودولة الإمارات لإبراز منتجاتهم وصناعاتهم التجارية الموجودة في الإمارة لأوغندا، وبالعكس كذلك التجار الأوغنديين يطرحون منتجاتهم وفرص العمل اللي هي تتاح لدولة الإمارات وخاصة إمارة الشارقة. هناك صراحة سوق واعد للطرفين. وخلال الحفل رحب العويس بضيوف الملتقى وأشاد بنجاح البعثة التجارية وجهود القائمين عليها، كما عبرت نائبة الرئيس الأوغندي عن سعادتها بالعلاقات الإماراتية الأوغندية. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوغندا ودية للغاية، وحكومتنا تدعم قطاع الأعمال بشكل كبير. فيما يتعلق بمسائل التجارة، نريد أن نمضي قدماً وننظر في الأمور التي يمكن استيرادها وتصديرها بين أوغندا والإمارات، وأود أن أشكر بشكل خاص إمارة الشارقة على هذه المهمة التجارية لدعمها المتواصل والمستمر. ملتقى الأعمال بين الشارقة وأوغندا يعد منصة مثالية للترويج عما تقدمه الإمارة من مزايا اقتصادية وتسهيلات استثنائية تمنحها لقطاع الأعمال. تضم البعثة التجارية إلى شرق أفريقيا عدد كبير من المصنعين المحليين، وتعتبر فرصة جيدة لهم للتنوع في السوق الأفريقي ومنافسة المنتجات الأفريقية المميزة، وأيضا زيادة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكينيا وأوغندا. يعطيكم العافية على الجهود الطيبة هذه اللي قدمت من غرفة التجارة وصناعة الشارقة على فرصة طيبة اللي نكون نحن حاضرين فيها في أفريقيا، وما شاء الله كانوا معانا من كينيا إلى أوغندا ومتابعين معانا وسهرانين على أشغالنا، جزاهم الله ألف خير، وعلى الفرصة الطيبة اللي هي نتعرف على الكلتشرز وتطوير العلاقات ما بين الإمارات وأفريقيا. وفي ختام الحفل كرم رئيس وفد الشارقة الجانب الأوغندي بهدايا تذكارية، لحظات توثق نجاح الملتقى وأعماله في القارة السمراء. أفاق جديدة من التعاون البناء، تبادل تجاري، اقتصاد مستدام، هو نتاج ختام البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة في أوغندا. لأخبار دار، محمد الجنيدي.